تواصل الدولة جهودها لدعم المواطنين وتوفير جميع احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال التوسع في معارض أهلا رمضان، والتي تبقى مختلفة هذا العام في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو يتناول الجزء الثاني من سلسلة فيديوهات تسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. معرض أهلا رمضان السنة دي بتشهد برقم غير مسبوق 8000 معرض على مستوى الجمهورية. كان افتتاح المعرض الرئيسي يوم 24 مارس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والمعرض مستمر بتخفيضات من 20 ل 25 وبعض السلع 30%، والمعرض فيه 165 شركة عارضة. وزارة التموين من خلال الشركة القابضة دفعت ب 1300 منفذ على مستوى الجمهورية. هنقول ده تم الدفع ب 160 شادر على مستوى الجمهورية في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق الأكثر سكانا، كما تم الدفع ب 300 سيارة متنقلة ما تحمل ما بين طن ونص إلى 5 طن من المواد الغذائية من السلع الاستراتيجية التي تجوب بمناطق القاهرة ومحافظات مصر. دولة رئيس مجلس الوزراء وجاء سيادته باستمرار الشوادر والعربيات المتنقلة والمعارض طوال العام. أنا هنا في معرض أهلا رمضان، المعرض الرئيسي موجود هنا في أرض المعارض. بسم الله ما شاء الله، السلع متوفرة قوي وبأسعار حلوة قوي. اللحمة المفرومة الكيلو ب 55 جنيه، أنا جايبة فرخة كيلو 155 جنيه جميلة، الزيت ب 24 جنيه و 25 و 28. اللحمة أرخص من بره نص بالنص، والفراخ النص بالنص، والزيت والسكر والرز كل حاجة النص بالنص. في أسماك جوه كمان أسعارها كويسة جدا، وفي بيض وفي زيوت وفي دقيق وفي كل حاجة. أهلا رمضان بيتعمل بقاله 6 سنين، ودي النسخة 7، وكل سنة بيبقى الغرف التجارية بتعمل دور مجتمعي اللي هو معارض بتخفف ارتفاع الأسعار على المواطنين. ولكن النسخة 7 اللي احنا فيها دي مختلفة شوية، لأن هي إدارة أزمة. احنا هنا في المعرض بالاتفاق والتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية وفروا لنا حضرتك المعرض ده، فقررنا ان احنا نعمل تخفيض اسعار طبعا عن بره بكتير. الغرفة اتفقت معانا ان احنا نفرش في المعرض هنا، وسهلت لنا المكان والنور والكهرباء والمخازن وكل حاجة. شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بتشارك في المعرض بتاع أهلا رمضان، بتخفف العبء على المواطنين. الاسعار حاجات مخفضة هنا طبعا، غير اسعار بره خالص في الدقيق والمكرونات وما كل ما يلزم. حاجات رمضان كلها موجودة عندنا، وحاجات متوفرة كلها دايما بأسعار مخفضة عشان خاطر رمضان. الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة اتصلت بينا طبعا كتجار، وفروا لنا كل حاجة مجاني على أساس إن احنا نوفر حاجة للشعب مخفضة وبسعر كويس. فاحنا عندنا هنا اللحم السوداني ب 95 جنيه. سمعنا عن أهل رمضان بتاع شبرا، جيت الحمد لله أنا لقيت البلح والزيوت وكل حاجة متوفرة وفوق الممتازة، غير بره، غير المحلات اللي في الشارع اللي هي الأهالي، غير المحلات اللي بره خالص. السعر الدقيق هنا والزيت والرز فوق الممتاز والسعر جيد. لفيت في محلات كتير لدرجة إن أنا رحت محلات بتبيع بالجملة أصلا وفي أماكن بعيدة، لقيت الأسعار هنا متناولة. الأسعار هنا مختلفة تماما عن الأسعار الموجودة في السوق بره، والحمد لله قدرت اجيب كل اللي محتاجه البيت من معرض امان. يعني المكرونه ب 4.5 وفي ب 5، والرز ال 5 كيلو ب 58، حلو عن بره، بره الاسعار غاليه جدا. معرض الحقيقه فيه كل حاجه واضحه كده، وانا شايف الاسعار هنا يعني يمكن اقل من بره. بصراحه انا شايف كل السلع الغذائيه متوفره وجودتها عاليه. احنا هنا في معرض اهل رمضان على فيصل عند محطه الطلبيه، تمام، والاسعار هنا الحمد لله تمام يعني، وفي متناول الجميع يعني.
طبعا حضرتك الاسعار هنا اقل من بره من 10 ل 20% مجمل الاسعار يعني، يعني في كل حاجه مثلا في السكر من هنا ب 10 جنيه او 10 جنيه ونص، بره ب 12 جنيه ونص، فانت كده بتتكلم في 20% قصر. نفس الكلام في الرز، نفس الكلام في الزيت. البلح اللي بيتباع ب 60 بره احنا بنبيعه ب 30، التمر الهندي اللي بيتباع ب 50 بنبيعه ب 40، الضوم اللي بيتباع ب 70 و 80 البلدي بنبيعه ب 60، الكمون اللي هو نمره واحد بيتباع بمره ب 140 و 160 احنا بنبيعه ب 120.